يعني خلال اولى الجلسات وتفت الدورة السابقة اشرت مسألة تؤرق مواطن قنيطري اللي هي مسألة الكلاب الضالة. الان بعد مستوى الاسئلة الكتابية وفي ثالث الجلسات والجلسة الاخيرة من الدورة تأجلت النقطة. السؤال ديالي غيكون صريح، ما هي التدابير اللي ممكن يتخذها المجلس لاجل حماية المواطن القنيطري وايضا الحفاظ على الكلاب، ليست محاربتها انما معالجة الاشكال في انتظار مناقشتها في خلال قادم الدورات؟ نعم، شكرا وكنحييك على هذا طرح هذه النقطة بالضبط، وهذا كيدل على اهتمامكم كإعلامي بأشياء اللي كتهم فعلا المواطنين، وهذا التغذية الراجعة ما بين إعلامي والمسؤول والمواطن، هذا كنحييكم عليها. طبيعة الحال طرحنا إشكالين كانوا عندنا قويين في المدينة والمواطن كيطرحهم، وكنا طرحناهم من البداية، مسألة الغبار الأسود ومسألة الكلاب الضالة. في المسألة ديال الغبار الأسود الآن وصلت بعض الأجوبة لا من الوزارة، ونعطي لك أول واحد نقدر نقولها لك أن المعمل الآن حابس، وكتحاول أنه طلبنا لجنة علمية باش تضبط شحال كاين ديال التلوث الآن، إذا ثبت أنه في هذه الفترة اللي حابس فيها المعمل ناقصة التلوث، إذا نمشيو نقلبوا على أشياء أخرى اللي ممكن اللي كتسبب لنا هذا الإشكال. ودو حنا هذا الملف مستمرين فيه. ثم نقطة أخرى عرقتنا، الناس ما كتنعش، الناس كتعتبر هذا الكلام هذا بسيط. موقفنا دائما كان داخل المجلس أننا كنطرحوا الموضوع من أجل أنه يتعالج، ما كنطرحوش من أجل أننا نزيدوا به أو لا باش نطيحوا حد ولا نزلوا حد، من أجل أننا نعالجوا المشكل. اليوم بعد ما وصلنا أن توصلنا عندنا اتفاقية، وخاص هذا الإشكال يتعالج من الجذور ديالو، وتكون اتفاقية ما بين سي الطيبي جماعة سي الطيبي والمهدية وقنيطرة، باش ما يمكنش أنه الأمور تبقى دائما كتولد وتبقى تعالجها في هذا المكان وتجي لك من مكان آخر. ولكن فوجئنا أن الطلب ديال بعض سميتو أنها تأجل. ففي هذه الفترة الانتقالية طالبنا أنه ما غيمكنش ننتظروا حتى الممكن أنها توقع الاتفاقية. كان طالبنا وكان تجاوب معنا في مسألة ديال أنه في هذه المرحلة الانتقالية نفعلوا بعض المراكز اللي ممكن نجمعوا فيها هذه الكلاب، وهذا حتى بعض القطار، وهذه العملية هذه كتحمى فيها الحياة ديالهم. مرفوض كليا المساس بأنه يتم قتلهم أو أي شيء من هذا القبيل، بالعكس أنها كاين معالجات وكاين تجربات على مستوى عدد من المدن اللي نجحت في المسألة ديال الكلاب الضالة، وعندها عندها عندها طالعنا عليها وتم اقتراحها، ومفروض أنها تعالج في هذه الفترة الانتقالية بما وصلنا لهذه الاتفاقية الثلاثية اللي موجودة، خاص فيها فقط واحد التعديل بسيط في البند الخامس ديالها، وحنا غنلحوا على هذه العملية وغنتبعوها وما غنتسناوش حتى الدورات المقبلة، بل منذ الأسابيع المقبلة يجب تفعيل معالجة مسألة الكلاب الضالة. وهذه العملية ما كتعنيش فقط الأرق اللي كيأرقوا الناس بالليل والصداع ديالهم كيخليهم شي ينعسوا، بل كاين حتى بعض الأمراض اللي كتتسرب، وكاين بعض الإشكالات الكثيرة اللي كتأثر على الأسر. منذ بداية الدورة إلى الآن شفتك حامل واحد الكتاب كيأرخ تاريخ مدينة قنيطرة اللي هو المشعل، هذا كيدل على أنك عندك واحد الاهتمام بالتاريخ ديال المنطقة. شفنا الآن تأجيل مجموعة من النقاط، ونفس السؤال طرحته على كتاب المجلس تخص بعض المعالم ديال المنطقة، يعني كإعادة بناء المكانة، كتلك الساحة 11 يناير اللي حدا لاكار كبير. بنفس اللقطة، واش كتشوف على مسألة الكلاب الضالة وعدم تأجيل هذه النقاط، ألا ترى أن لها تأثيرا على السياحة لمدينة قنيطرة سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي في ظل اقتراب فصل الرابع وفصل الصيف كيعرف واحد كاوج؟ صحيح، هذا تأكد سنحييك على أي مرة ثانية على قوة السؤال ديالك. كاين واحد مسألة معروفة عند قنيطرة، قنيطرة ممكن تسوق لها عالميا، ونحيلك على عدد من المراجع بما فيهم الدكتور مصطفى مشيش، بما فيهم الدكتور عبدالقادر بوراس، بما فيهم عدد كبير اللي نقدر نحيلك عليهم اللي كيعطيونا التاريخ ديال المدينة منذ البداية ديالها. تقدرت أنك تلقى، كانت محاضرة دارها النت المؤسسة مع الدكتور مصطفى مشيش ومع سي عبدالقادر بوراس، كاين مقابر ديال الإيطاليين وحضور ديالهم، كاين ديال البرتغاليين، كاين ديال الفرنسيين، كاين ديال الأمريكيين بطبيعة الحال، كاين ديال العدد نقدر نقول لك واحد 7 ولا 8 ديال الدول عندهم علاقه بهذه المدينه هذه، والسفارات ديالهم معنيه بهذه المواقع اللي كتعرخ لهم. تصور معايا اننا سوقنا لهذا التسويق الترابي. ثم المجال ديال المدينه اللي حنا غادي نمشيو في اتجاه ديال الحضاره ديالها، غادي في التريف ديالها، وهذا اللي كنحاولوا اننا نعالجوه قبل الوقت. منها هذه الساحات العموميه، ومنها المآتي اللي خصها تبرز في المدينه. قنيطره كعرف انها من الجانب البيئي ديالها راه من اروع ما
ما يكون في الغابات ديالها والمطلة على الشاطئ ديال سميتو لا من ناحية النهرية ولا من ناحية البحرية أو الغابوية أو لا حتى المناخ ديالها والموقع ديالها كيأهلها أنها تلعب أدوار كبيرة واللي تخلينا أننا نجيبوا استثمارات ونجيبوا تشغيل ونجيبوا مداخل كبيرة للميزانية ديال قنيطرة. هاد العمليه هذه ونرخ لك حتى هاد المواقع اللي من بعد من بلون داميناجمون اللي داروا اليوطي من بدايه العشرينات من القرن الى الان كيفاش تبنات المدينه حتى على التيارات الهوائيه فيها. الان كاين اسمنت بشكل هاجم على المدينه. المواجهه الان ليست مواجهه اقليه واغلبيه، المواجهه مع هاد المشاريع اللي ممكن ان تضيع لنا مدينتنا وتخلينا من الحضاري الى القراوي وتضيع لنا فرص اللي هي متاحة ونجلبوا بها استثمارات كبيرة. هذا بالنسبة للعمق التاريخي ديال قنيطرة، ما جاتش وتصنعت وجاتش وتحطت المدينة كمدينة اعتباطيا. المرسى والميناء جزء رئيسي، ماشي هي المكون الرئيسي اللي انطلقت منه المدينة أصلا كمدينة ماشي كإقليم. هذا المرفق احنا بالنسبة لنا نقدر إلا فعلناه بشكل اللي خصو يتفعل به يقدر يحول لنا الميزانية اللي عندنا في قنيطرة ضعيفة الآن ديال 37 مليار وتقدر توصلنا ل 60 مليار. تقدر أنه جزء من هذه المشاريع الكبرى اللي ترجع. ثانيا كاين طابع ديال قنيطرة، المكانة مثلا كنا كنعقلوا أن مثلا المكانة ديال اللي كانت في البوسطة اللي تحيدت كان مفروض أن جميع المرافق وكتلاحظوا أن البريد المغرب أو البوسطة كتكون دائما معلمة تاريخية في المدن، تحيدت بدون ما ترجع شي معلمة اللي كبيرة. الآن المكانة خصها ترجع بشكل اللي خصها تجيب لنا رونق ماشي بالضبط بنفس الطريقة ولكن تعطي هذاك الطابع اللي كانت معروفة به المدينة. الساحة النافورة بهذيك الحالة اللي فيها ما ممكنش تقبل أنها تستمر. هاد الساحة اللي كاين الساحة الإدارية اللي كاين هنا مفروض أنها تكون فيها معلمة حقيقية وكاين فنانة وكاين نحاتة كنعرفوهم كيتواصلوا معنا وطرحتها الأستاذة النهري اللي مستعدين أننا نديروا أشكال اللي ممكن أن تعبر حقيقة عن المدينة. ورجع اعتذار المقاطعة، المدينة تفتقد للموارد السياحية. نعم. حتى على المستوى الرياضي أو باقي القطاعات ما عندناش مثلا شي حاجة اللي نتائج اللي كتسوق الصورة ديال المدينة على المستوى الخارجي. هذا التسويق اللي كان التسويق الترابي اللي كيعطي المآثر كما قلت انه حاضر عدد من السفارات معنيه بها اللي تقدر تجي دير هنا عدد من انشطتها وتتعامل معنا وتروج للمدينه في مدن وفي دول اخرى. كاين هذا التسويق الرياضي اللي كانت قنيطره كلها فيها من الباسكيت الى الرياضات النهريه الى الرياضات البحريه الى الرياضات اللي ديال الفروسيه او لا الرياضات الجماعيه والفرديه كانت دائما بارزه فيها واللي كتجذب. راه الاستثمار والسياحة جزء منه راه ماشي بالنفور كيكون بالجذب، والجذب لازم انك تفعل واللي غادي ممكن انه يجي عندك، وهذه المشاريع هي اللي خصها تفعل الان وعندها امكانيتها وفيها ارباح كبيره للمدينه. مقبلين على تحويل الفائض الى مشاكل كنا كنطرحوها من الاول، بما فينا هذا المشكل ديال الكلاب بالدار. انا المشكل اللي عندي في هذه النقطه بالضبط وهي ان تاجيل كثير اليوم. تأجيل نتيجة أننا نوصلوا للتجويد ونوصلوا أننا نديروا شي حاجة ننضجوها كما قالوا الإخوان إنضاج عدد من الأشياء، ولكن ماشي تأجيل كل شيء.